السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جينا فيديو جديد من قناة طيور أحمد بدوي. النهارده إن شاء الله هنكلمكم على ميزة حلوة بنعودها للمعيز الصغيرة لما تكون موجود معانا. زي ما احنا شايفين لما بنعلم المعيز السرقة تسرق اللبن من الماعز الموجود، يعني المعزه اللي بترضع دي مش امها، هي المعزه الثانيه مشغوله في الاكل وهي دلوقتي بتسرق منها اللبن زي ما احنا شايفين كده بالظبط. تمام، هي دي معزه جايه عندنا ضيافه بتتلقح وهي الثانيه بتسرق منها اللبن. تمام، هنشوف برضو حاجات واحده ثانيه بتسرق هناك ايه. تمام، بتسرق من النتايه. تمام، بتسرق من النتايه الحمراء دي، هي ورا التيسه اهي، اهي مشيت، هنشوفها بتمشي وراها. تمام، فدي ميزه اللي انت تعلم الجديان بتاعتك او المعيز بتاعتك سرقه اللبن. هو هيجي في ميعاد العلفه اللي احنا دلوقتي خلاص، انا دلوقتي قبل المغرب بساعه اهو بعلف، فهنا المعيز هترضع اي معزه فيها لبن هيرضعوها زي ما احنا شايفين اهو، وهي المعزه الثانيه طبعا اكيد هتستسلم عشان مشغوله في موضوع العلف. هي دلوقتي هتاكل هتتعلف، وهو الجدي هيفضل ينخرف في المعيز كلها زي ما احنا شايفين كده بالظبط. هيسيب دي ويروح لدي، يسيب دي ويروح لدي، وما شاء الله معظم المعيز اللي هم بيجروا عليها دي معظمها فيها لبن، مش معيز فاضيه، لا معيز كانت والده قبل كده. تمام، فمن هنا كل جدي بياخد كفايته بمعنى اصح. فهنا هو ده لسه بيرضع هناك اهو، امهم هتلاقيها في حته ثانيه بتاكل وسايباهم هم ايه يرضعوا ايه يتعاملوا. وهم بص المعيزه هتزهق منهم وبتسيبهم في الاخر يرضعوا. بشتغل على حضرتك، لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو اول مره بتتابعنا دوس اشتراك للقناه وفعل زر الجرس، هيوصلك مني كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.